صباح فتحت الخير، الميكرو. مش شايفته. مش لوان اريد ان اذهب الى الحمام. اذهب. اذهب يا عمار، اذهب. ويفهم أيضا هنا. يا لمن أيضا. بس تجي هنا هيك ساعة هنا عشان نبدأ نسجل. أنا بلشت تسجيل لك بس بالذات. إذا كنا عندكم في أردن فرنسا هلا كيف في العالم؟ بعد أحد فقط. لماذا لم يدخل بعد أحد؟ فقط ثمانية. أين البقية؟ سهى افتحي الكاميرا لو سمحتي. لماذا لم يدخل أحد؟ فقط ثمانية. أين البقية؟ شو هي؟ رفا افتح الكاميرا لو سمحتي. جيش صار ده. لماذا لم يدخل أحد؟ فقط ثمانية هنا بالصف، أو على التوقيت القديم بعدها.
رضا هتفضل شكلي هتفضل تدرسي مع بركس صباح خير. صباح الخير يا رضا. صباح الخير. صباح الخير. سيلين صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. يوجد أيضا كريم ومحمد نجم وعبد علي شمس الدين هنا علي شمس الدين. يوجد علي فرج. جيهان ودانيال. طيب إذا سنكمل نعم نعم صحيح. طيب إذا لنكمل مع تالين أريد أن أذهب إلى الحمام. اذهبي تالين افتح الكاميرا. يلا تالين وأعيدي سرد أحداث هذه القصة. رن جرس المدرسة رن رن رن. خرج سامي وصار وسوسن إلى الخارج ولعبوا مع رفيقهم رامي. أحسنت أكملي. ماذا أيضا ماذا شاهدوا العصافير والديك الرومي يتسابقوا على فتاة الخبز. يتسابقوا على فتاة الخبز والكعك. شكرا لك يا تالين. أحسنتي. أحمد عاشور يلا يا أحمد من الأول افرد لي أحداث هذه القصة. أعيد السؤال. افرد لي أحداث هذه القصة على طريقتك الخاصة. دق جرس مدرستي رن رن رن. خرج
سامي وسارة وسوسن إلى الحديقة، ثم لعبوا مع رفيقهم رامي بين الأشجار والورود، ثم رأوا عصافير الدورية بدأوا يتسابقون ليلتقطوا فتات الخبز المتبقية، ولكن قال رامي: انظروا إنه الديك رومي. ماذا يفعل ديك الرومي؟ أريد أن يسرع ليأكل فتات الخبز المتبقية. أحسنت، أحسنت يا أحمد، شكرا لك. طيب إذا سنقرأ النص، سنقرأ النص الآن، ولكن الجميع يضع وضعية الصوت صامت، وأنا سأختار عمار ووسام، لا أحد يكتب على الشاشة. يلا إذا سأختار، يلا يا عمار ابدأ بقراءة النص. أولا العنوان، نبدأ بالعنوان. في حديقتي مدرستي. أحسن. لما جرس المدرسة رن رن رن، خرج سامي وسارة وسوسن إلى حديقة، لعبوا مع رفيقهم رامي بين الأشجار والورود. والورود يوجد نقطة نسكن آخر الحرف. شكرا لك يا عمار. الآن سهى، يلا يا سهى أكمل القراءة. رن جرس المدرسة. لا، رأوا رأوا العصافير الدورية تتسابق نحو فتات الخبز والكعك، لتلتقط على الأرض فتات الخبز والكعك. قال رامي: انظروا. روح السبيكر. ليلى، أين ليلى؟ يلا يا ليلى. يلا أكملي يا ليلى. قال سامي رامي: انظروا إلى ديكي الرومي إنه يسرع ليأكل
أحسنتي. العصافير العصافير إلى الفتات إلى الفتات. شكرا لك يا ليلى. الآن سأختار سيرينا. يلا يا سيرينا نبدأ بالعنوان. يلا نبدأ بالعنوان. في حقك رضا. انهض يا رضا لا ننام. اجلس جيدا. اولا نجلس على كرسي لاننا اذا جلسنا على ال لا ننام. في حديقتنا المدرسة. المدرسة يا رن هذه الكلمة يا رن. أول حرف سرنا نقطع الكلمة. ما هذا الحرف؟ سرنا نقطع الكلمة. ما هذا الحرف؟ أول حرف ما هذا؟ يلا يا سيرينا الحرف الأول. معنى متحخط الأحمر. نعم. يلا يا سيرينا. سيرينا انظري جيدا إلى الشاشة. أول حرف ما هذا؟ ركزي معي قليلا. لا أي ليس بحرف العين. حرف الجا. طيب ثاني حرف ما هذا؟ را. را. وآخر حرف نون. لا ليس بالنون.
س مع ضمة أو. سو. كيف تصبح إذن هذه الكلمة؟ رن ماذا؟ رن جرسو. أحسنت. يلا إذن رن جرسو يد. نقطع الكلمة سيرينا. سيرينا ركزي معي قليلا، انظري إلى الشاشة وانظري إلى تقطيع الكلمة. لا لا ليس واو. لا ال ما الم ت. نعم الم ما هذا الحرف؟ را. را. يلا انتبه جيدا سيرينا. من بعد حرف الراء ما هذا الحرف؟ سا. سا. والحرف الأخير؟ تا. تا مع كسرة. تا مع كسرة كيف تصبح؟ في. أحسنت. إذن كيف تصبح الكلمة؟ أقرأ الكلمة. رن جرس مدرسة. في المدرسة. يلا كيف يرن جرس المدرسة؟ ما هو صوت جرس المدرسة؟ رن 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 رن. أحسنت، شكرا لك يا سيرينا. الآن سأختار أحمد عاشور. قرأت يا أحمد؟ ما قرأت النص. قرأ النص؟ لا لا لا. يلا اقرأ النص أكمل. خرج سامي وسارة وسوسن وسارة ليلعبوا. إلى ماذا؟ إلى أين خرجوا؟ إلى الحديقة. يلا أكمل. لعبوا مع رفيقهم رامي بين الأشجار والورود. أحسن، شكرا لك يا أحمد. رضا. يلا أكمل القراءة يا رضا. يلا نقطع الكلمة أيضا. أول حرف آ. را وليس آ. ألف. را. را. أو. را. أو. أحسن. أو. ال.
العصافير. أحسن. يتسابق. لا، الدورية. الدورية يتسابق. تتسابق. ليلتقط. لتلتقط. لتلتقط فتلقب. رضا، رضا اقرأ، اقرأ يا رضا، نهج الكلمة. لا أريد منك أن تحفظ النص. لا أريد أن تحفظ النص، فقط عني الكلمة. عني عن الأرض. عن الأرض، نعم. مع ضمة، انتبه للحركات. فتلخب. والوماذا؟ والكعك. والكعك، شكرا لك يا رضا. أحسن. علي شمس الدين. عمار افتح الكاميرا. قال رامي انظروا انظروا إلى نسروان رومي. أريد أن أذهب أشرب الماء. ليصبح ليكي تحت متخبية إلى الفتاة. أحسنت، أحسنت يا علي، شكرا لك. رفا، يلا يا رفا نبدأ بالعنوان. في حديقة المدرسة. المدرسة، أحسن. مدرستي. نعم، يلا. لما جرس المدرسة رن رن رن. يلا اكملي. خرج نعم، نهج الكلمة يا رفا. سامي. انهض يا سامي. وسارة. وسوسن. إلى أين خرجوا؟ رفع نهج الكلمة. إلى 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 حديقتي. طيب شكرا لك يا رفا، أحسنتي. إذا سنكمل مع يلا يا وسام. يلا يا وسام أكمل. يلا هنا. يلا يا وسام بصوت أعلى. انظر. لا، لعبوا. لعبوا ما صديق رفيقهم رامي. رفيقهم تعال مات. شوف. تعال شوف. أبو طيس. لعبوا. تحت بين الأشجار والورود.
والوردة والورود. را او برافو. عصافيرة أشو دوري دورية دورية قا شو عاملو قالا نزل الكلمة شو أول حرف واحدة أنظروا تا تا تاتا شو تاتا تاتا يا يعني بتصيب مدو معديك تاتا باكو تتسابقوا تتسابقوا شو لي لي لل لل ماما طلع نزل الحرف الحرف يا الكلمة يا وسام لي لي تلتقط لي تلتقط لنسين لنشو شو قولي لي شو بقول لك الباء اقرا انت يا وسام هل عني عني برافو ديك عن شو عن الرا ال ني ني الارض على الارض فتا هاي ضمن ولا فتا انتبه للحركات شو 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 فوتاتا 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 الخبز احسنت وال والكا شكرا لك يا وسام احسنت شكرا لك فيني ربط لا سننتقل إلى من لم يقرأ بعد سرنا ليلى عمار قرأوا وليلى وسهى أنا لم أقرأ من أنا علي علي قرأت يا علي قرأت نعم قرأت النص تالين قرأت يا تالين لا لم تقرأ تالين يلا يا تالين أكمل القراءة أين قال قال رامي انظروا لديك الرومي إنه يتسابق ع... إنه يسرع إنه يسرع ع... ليس ليسبق العصافير إلى القط الفتات الفتات شكرا لك يا تالين إذا عنوان النص هو في حديقة المدرسة أي يتكلم عن أولاد يلعبون في حديقة المدرسة طيب سأسألكم سؤال هل النص ما نوع النص هل هي قصة أم ليست قصة مقالة ما نوع النص قصة أحسن هي تتكلم عن قصة أولاد يلعبون في حديقة المدرسة ورأوا هناك العصافير والديك الرومي طيب هل تتكلم هذه القصة عن موضوع واحد أم لا أم يوجد أكثر من موضوع نعم احفظك عمار لا لا مش اول
هل يتكلم عن موضوع واحد أم أكثر من موضوع؟ أكثر من موضوع. أكثر من موضوع؟ نعم. طيب ما هو الموضوع الأول؟ البيب. خرج سامي وسارة و. طيب أريد أن أسمع شخص واحد. نضع جميعنا وضعية الصوت صامت ونرفع أيدينا. أحمد عاشور. نعم. يلا هل يتكلم هذا النص عن موضوع واحد أم أكثر من موضوع؟ أكثر من موضوع. طب ما هو الموضوع الأول؟ رن جرس المدرسة وعلى الحديقة ولعب الأولاد. هنا لا يعني اللعب بالحديقة الموضوع الثاني. نعم. ما هو رن جرس المدرسة تابع لخرجوا. ما نحن إذا كنا في المدرسة نخرج إلى الملعب. حسناً. وهذا موضوع واحد. رن جرس المدرسة. ماذا حصل عندما رن جرس المدرسة؟ خرجوا الأولاد إلى الحديقة. سارة وسوسة. هذا تابع إلى موضوع واحد. يعني جرس المدرسة تابع لخروج الأولاد إلى الحديقة. حسنا. طيب إذا هل يتكلم عن موضوع واحد أم أكثر من موضوع؟ ليلى. أكثر. ليلى موضوع واحد. ليلى هل يتكلم عن موضوع واحد أم أكثر من موضوع؟ واحد. موضوع واحد. أحسنتي. طيب لماذا يتكلم عن موضوع واحد؟ كيف عرفتي؟ يلا يا ليلى كيف عرفتي أنه يتكلم عن موضوع واحد؟ في حديقة المدرسة. في حديقة المدرسة. سامي وسارة وسوسن. إذن يعني سامي وسارة وسوسن خرجوا إلى الحديقة. يعني إذن هذا النص يلعبان. نعم شكرا لك يا ليلى. إذن هذا النص يتكلم عن موضوع واحد لأن الأولاد رن جرس المدرسة، فعندما رن جرس المدرسة خرجوا الأولاد إلى الحديقة. يعني جرس المدرسة تابع إلى خروج الأولاد إلى الحديقة. وعندما خرجوا ماذا فعلوا؟ لعبوا مع رفيقهم ورأوا هناك العصافير الدورية والديك الرومي يتسابقون ليلتقطوا فتات الخبز والكعك. إذا كان النص يتكلم عن موضوعان وليس موضوع واحد، يعني إذا كان النص يتكلم مثلا عن المدرسة والموضوع الثاني يتكلم مثلا عن الوباء، وباء الكورونا،